الاسعار وجشع التجار اللي بقى سائد في السوق. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، مرحبا بك. ايه راي حضرتك في الاسعار اللي زادت مره واحده وجشع التجار، والبيض اللي بقى يوصل للمستهلك البيضه تقريبا ب 2 جنيه وسعر كيلو الفراخ اللي عالي مره واحده؟ حابه اسمع منه حضرتك اكتر. تمام يا فندم، احنا دلوقتي بنقول احنا جشعين كمنتجين، احنا جشعين وبنوصل المنتج بسعر غالي للمستهلك. لا احنا مش كده خالص، احنا عندنا مدخلات الانتاج بتاعتنا رفعت التلتين بالظبط، يعني كنا بنجيب العلف ب 2000 جنيه دلوقتي بقينا بنجيبه ب 6000 جنيه، رفع علينا 4000 جنيه دفعه واحده. بناء عليه لو انا بعت اقل من الرقم ده بخسر. طب انا ببيع بالارقام دي 26 كيلو اللحم دلوقتي و 37 طبق البيض دلوقتي، ده بيطلع من عندي ب 37. انا مش مسؤوليتي ان انا اوصله لحضرتك او اوصله للمستهلك ب 50، هو بيوصل للمستهلك ب 50 دلوقتي، بس طلع من عندي انا ب 37 جنيه. الجهات الرقابيه هي اللي مسؤوله دلوقتي عن تحديد الاسعار، هي اللي مسؤوله انها تراقب الاسعار من المنتج للمستهلك. يعني هي تقريبا البيضه مثلا واقفه عليك بكام؟ البيضه دلوقتي عليا انا؟ عليا انا البيضه بتقف عليا بكام؟ لا البيضه دلوقتي بطلعها ب 37 جنيه الكرتونه كلها. كرتونه بالكامل. لما بتوصل لحضرتك التاجر بياخد 2 جنيه او 3 جنيه على حسب جشعه هو بقى. وبعد كده المحل بيحط لك 10 جنيه او اكتر من 10 جنيه. احنا